أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: من حيث التثبت سمعنا عنك يا شيخ تحريم الوصفة الرومية، هل هذا صحيح؟ تحريم إيش؟ يقول تحريم الوصفة الرومية. شو الوصفة الرومية؟ يعني حقة ابن الرومي أو نسبة إلى الروم. إن كان قصده الوصفة اللي كتبها ابن الرومي اللي يقولون أنه يعبر الأحلام وأنه كذا، أنا ما أدري شو اللي حوله من تعبير الأحلام صار طبيب. هذا تخليط. هذه الوصفة لا أصل لها، لا أصل لها ولا ينبغي العمل عليها ولا التعويل عليها. نعم.